السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم جلاديتر رايدر تول بوكس، والبوكس اللي مال ايتاهات والبوكس مال ماونتن رينج. بنبطل حاليا الدراجة وبنغير الكشافات وبنركب الكشافات الثانية اللي هي الدي ميكر. شغلة طويلة شوي، مثل ما قلت لكم طالب من امريكا من موقع انجينير ادابتر. هذا الكت، هذا الماونتن رينج بوكس كبرة وقراطيس وقراطيس، اخر شيء هار ماونتن رينج، وهذا والبراغي، هاي تفصيل بالضبط عشان يركب على الكشاف مال بوجر. تحيدون هاي الكشافات اللي طلبتن وما ركبتن حسبت هاي الماونتن رينج. الماونتن رينج يركبن شي بالضبط على القصة، تركب مرة قصة مفصل عشان الكشاف هذا اللي هو مال هارلي عشان يركب على الفويجر. يعني تطلب الليتات والكشافات من اي موقع ثاني، واطلب الكت والكشافات وما الليتات هاي اللي انا مركبنن من موقع انجينير ادابتر اللي هو الرنج اللي داخل، وهال مال هذيلا بعد الرنجات مال هذيلا. في البداية في كليبات ثانية لازم نفتشهم. تنزل تحت في هني بعد واحد تفتشه، تفتش البرغي اللي تحت رقم 10. الحين ها الكفر هذا مشكلة الكليبات، يعني لازم تير نير هالكليب، بس تحمل تكسره شوي شوي هالكليب زين. الحين اول شيء نفتش هالبرغيين عشان بتبطل هالاسود، وعقبه فتش هذا وهذا اللي يقبضن الفيرنج سبانا رقم 10، عقب نسير حق اللي تحت رقم 10 بعد. في العاده البراغي اللي عليها اللي عليه المركبه على البلاستيك ما تكون مرصوصه وايد، فلا تي يوم ترص البرغي انت ترصه مره ثانيه عشان حديد بيخرب لك البلاستيك اللي داخل. زخ الكفر بيد وبطل بيد ثانيه زين. هذه بعد رقم 10، بصور لكم طرف واحد الطرف الثاني ما بصور، على نفس الفكره يعني، وانا بطل طرفين يعني. ما فتشيناه تحمل ابويه عشان تشمخ الصبغ. وبنحطه هني. نحن ليش فتشينا هالكفرات؟ عشان هالبرغي اللي هني واللي عداله هني عشان نقدر نفتش الفيرنج. الحين بفتش الصوب الثاني عقب اكمل تصوير. زين الحين فتشينا الكفر اليسار واليمين، والحين بفتش البراغي اللي تحت اول شيء. هاي العفسه كلها سبت هالبرغيين. بطلنا هالبرغيين، الحين بطل البرغيين الصوب الثاني. بطلنا البرغيين اللي هني والبرغيين اللي تحت، بقى هالبرغي اللي تحت هني هذا اللي انا فيرنج راكب فيه. البرغي كلها سبان رقم 10. بطلنا هالبرغي، الحين المرحله الاهم، هاي اربع خمس براغي الينكي فتشن، وخل هذا فتشه بس مو تفتشه كامل، خله بس شوي يرخي عليه اسبت يوم تفتشه ما يطيح الوجه اللي قدام بيطيح، ترى اتحمل الينكي. نزخ الوينشيلد ونبطل. هاي المرحلة الأولية، بعدها يعني نفتش الفيرنج، هاي المرحلة الأولية، عقب تركيب الكشافات وهاي العباية هاي مرحلة ثانية. عقب ما فتشينا البرغين الانكي في برغي داخل رقم 10، بس داخل لازم تجيب له هاي الحديدة عشان تفتشه. وفتشينا هالبرغي، نفتش الصوب الثاني بعد. الحين نفخ الفيرنج، نفتش الالينكي اللي فوق، خلاص الفيرنج تبطل، خلاص بطلنا هالالينكي اللي هني. يلا شوي شي، شوف كأنه بيطيح هني. شو نسوي؟ نفتش الليتات اللي داخل، دخل ايدك شي وزخ الفيرنج وبطل الليتات. بطلت الليت اللي هني شوي، الموضوع يباله تفتش الكليب اللي هني بعد. بطلت الصوبين، باقي لازم نفتش حتى اللي شايل اللي تحت اللي هني برغيين هني، لان فتشت البراغي فتشت كل شيء، بس باقي هالبرغي مال الشاير عشان الوجه ما يطيح. ركبت الانكي واحد هني عشان اقدر اشتغل على راحتي. بنفتش الاشاره، زخ الفيرنج وفتش الانكي. زخ عدل،
شوف شكل الدراجة كيف من قدام بدون فيرنج. انزين هذا الوي او الفيرنج اللي قدام هالكشاف وليت انا ركبته. المهم عقب ما فتشينا الفيرنج نفتش البراغي، نبدا من اللي تحت اول شيء. فتشينا الحين نفتش البراغي اللي فوق هاي له، نخرج هالقطعة. الحين عند الكشاف، الكشاف في قطعة هني نفتشه. تقدر تفتش شيء هذا هني، ها تفتش هالقطعة اللي هني وتبطل الكفر اللي ورا. الحين نحن نحتاج الكفر هذا طبعا، اللفة تبطل الكشاف. نحن ما نبه هالقطعتين. الكشاف مالنا اللي اشتريناه، الماونتنج رينج اللي طلبناه من انجينير ادابتر، حطها داخل ونلف اللف 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 لين ما يركب شي بالضبط. يوم تركب القطع ينركب صح. هذه فوق، هذه ها الخطأ فوق لازم يكون ليه سيدة، ركبتي عدل. عقب اللفة ما يلف، شو بسوي؟ لو تشوف هذه مرتفعة شوي، هم عشان بتقفل، بس اذا قفلت يوم طاير دش عشان تقفل اخاف اكسره وانا ارسل. عقه شوي بنزل شوي منه اثبت، يسهل عليك وانت تركبه. المهم نكمل. نفس ما قلت لكم هذه شوي شي موسيدة فبالسكروب، وهذه بعد هم سوينا اساسا انها من سكة تقفل، بس عاد مو مطيه سكة. ركبنا هذا، نرص عليه شوي، نزرع عليه اخر شيء ها ليه ما يسكر مرة عدل. تأكد انه سيدة، وعقب ما تأكد انه سيدة خلع طرف ونشتغل على الشيء هذا اللي هو عن طريق نكسر هذيله وهذه. بس تحمل عن تكسر هاي اللي فوق، عن تكسر هذيله تحمل، نكسر واحد عقب الباجي كمل عقب. نقص هذا ونسوي حق الثلاثة هذيله نفس الشيء ونكمل تصوير عقب. مثل ما تشوفون نظفناها من داخل، شليناها لداخل. الحين نركب عليهن الكليبات هاي. الثاني والثالث. شدو اضغط عليه بس شيء، هالخط فوق وخط تحت يركب الليت صح، شوف ما يتبطل. نبطل هالبراغي مال الوكالة اللي كان، ونجيب البراغي اللي مطرشينه هم مال انجينير ادابتر. هات تقدر ترص عليه لان حطيت حدايد داخل القواعد. اوكي شي ركبنا الليت. الصوب الثاني بنسوي نفس الشيء وبنكمل تركيب الفيرنج. ركب اول شيء الوايرات، هذا ما يركب على الديميكر اللي يبناه، ايام كليبات زياده. ركب الكليب هذا ووصله دايركت، قص هالكليب وركبه مانيوال. الحين انا بركب مانيوال بيشتغل بتشوفون. ليش سويت الحركة؟ لان اللي مالو كالا يكون ضيج يعني على داخل شوي، تجيب هاك الثاني يركب بالضبط، يركب فت بس ما تشتغل. هاك قص الواير سوى الحركة بتشوف اللي تشتغل. يعني بالفيرنج ركب الليت اللي في النص، عقب ركب ليتات الاطراف ويا الوايرات اللي كنت مجهزنها، ورص الواير بعد شي ما ادري يبين التصوير. لا تنسى تلزقه وانت تلزقه شغال. وهذا اللي الواير اللي هسه لزقه انا. ركبنا الواير هالطرف، هذا الواير هاني ركبناه تيب. الحين بنركب الطرف الثاني وبنركب الفيرنج عشان اثبت. بس طلع لنكي شي
شوي يقبض بس الوي. تمام هذا البرغي هنا ركبه. قبل ما ترسها البرغي ركب الإشارة. خلنا نجرب ترايكم. ايوه الحين بين. طبعا ما اقدر ارس عليه وايد، اخاف يخرب البراغي اللي داخل او البلاستيك اللي داخل. الحين بنسكر السماعات. اول شيء البراغي اللي هني. ركبنا البرغي اللي هني وركبنا الكفر، رصينا الليلنكي وركبت الصوب الثاني بعد البرغي والليلنكي رصيته. الحين وينشيلد برصه على السريع وببدا اركب عقب الكفرات اليمين واليسار. تاكد انك رص كل البراغي وما نسيت شيء. في برغي تحت، في برغي هذا وين وين هذا، وفي برغي مال اللي شاير. وتاكد انك رص الليلنكي مال الوينشيلد، وتاكد انك راس البرغي اللي هني والليلنكي اللي هني. ما انت تاكد من هالموضوع عقب اشتغل على شو الكفرات. راكب لي تحت، اتركبه كله مره. ركبنا هالبرغي وهالبرغي. باقي برغي واحد تحت. تركيب الكفر. هني طبعا كليب والركبة هني نفس الفكرة. الكليب. الكليب الثالث. وخلصنا الطرف اليسار، بنسوي الطرف اليمين نفس الشيء بعد. وخلصنا من تركيب كشافات دي ميكر للفويجر. اعطوني رايكم في الكشافات دي ميكر. لا تنسون تسوون لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد.